تعرف إن الناتج القومي لإسرائيل في السنة 210 مليار دولار، وإنها مخصصة منه 4.2% على البحث العلمي. تعرف إن النسبة دي هي أعلى نسبة ميزانية للبحث العلمي في العالم، وإنها بكده بتصرف على البحث العلمي أكتر من 20 ضعف اللي بيصرفه كل البلاد العربية على بعضهم. تعرف ده معناه إيه؟ البلد اللي متأخرة في العلم والتكنولوجيا مش على الخريطة. من غير علم مستقبل ولادنا في خطر، من غير علم مصر في خطر. اتبرع لمدينة زويل على حساب 1000 1000 في كل البنوك المصرية، مفيش وقت. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع قومي لكل المصريين. بالعلم مصر على الخريطة.